فيني عم تسمعي؟ ما دخلكم. لك هي جزاء تربيتنا إلك؟ انتوا ربيتوني بمصاري الحكومة، كنتوا تاخذوا حق أكلي وشربي ولبسي وأجرة نومي. انتوا ما دفعتوا علي كرون واحد، بالعكس أبي كان ياخذ معاشي من الحكومة ويلعب في قمار. هلأ هيك؟ المصاري هي اللي ربتك؟ إيه نعم، أنا ابن الغربة والمصاري، أنا مثل طفل الاستنساخ، لا لي أب ولا لي أم. أنت الوحيدة بهالكون اللي بحق لها تعمل هيك، بس أرجوكي أرجوكي خليني أعيش على كيفي ودور على مثل أعلى أقتدي فيه، لأنه المثل الأعلى يلي لازم أقتدي فيه الله يسامحني.